القصة بقى مع نجيب ساويرس هجمته؟ لا لا خالص خالص لا ما رجعتش في حاجة، ما رجعتش في حاجة. بص انا يعني موضوع ناس كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا بتتخض احيانا من الصراحة يعني كويس، لكن انا قلت مرة وبقول تاني يعني ما نجيب ساويرس قد يكون رجل اعمال عظيم جدا وقد يكون مفكر يعني بالحاجات اللي هو بيقولها يعني دي، لكن مش معجب بادائه يعني، وانا حر يعني، يعني انا شايف انه كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير. تمام، الناس في مصر عندها مشكلة في اداء الشخصيات العامة باستمرار يعني، لكن انا قلت رأيي في حاجة الناس شافت انه في كلمة وانا بقول رأيي ده متجاوزة، فانا يعني ايه زي ما بنقول كده انا عارف انت فعندنا في الريف كده بتاخد بخاطر حد يعني. عايز اقولك على حاجة، رغم انه حصلت هذه التسوية هو استمر في رفع قضية واخد حكم عليا ب 15000 جنيه غرامة من اسبوع مثلا. فالفكرة انا يعني اللي هو فكرة ايه انك تقول ان كل واحد حر في رأيه، ولما تيجي تقول رأيك فالناس لا تغفر لك، فانا بقول رأيي. طب بمناسبة الغرامة اللي هي ال 15000 اكيد حضرتك هتدفعهم يعني مفيش مشكلة. لا بنستأنف بنستأنف على 15000، بستأنف على الحكم.